والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم الشباب؟ شلونكم مبسوطين؟ ورجعناكم من مقطع جديد عن فورتنايت، واليوم راح نجرب معاكم التحديث الجديد اللي نزل فيه الكرتون او رجع فيه يعني نزل فيه الكرتون والبازوكا واخر شيء حق الاختفاء، ولكن برضه بشكل جديد. بسم الله، خليكم مع المقطع. شو شباب الايم؟ الله الله الله، كيف شباب؟ لا بلا قيموا الامن 10. ها كيف؟ ها شو نسكي شو نسكي كيف؟ هو الرعدي ليش شباب اسوي شيء؟ او سنايبر كيف 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 بسم الله. خلونا ننزل مكاننا هذا اللي هنا، هذا شباب والله انه اذا نزلت فيه صدقني راح تفوت. خذها مني، هذا المكان اذا نزلته راح تفوت، هذا راح تلقى فيه دولار، هذا تقريبا 10 صناديق و 9 صناديق، بعد نشوف الحين نلعب. هذا دائما يا شباب احب انزل فيه الاول، وإذا لويت كمل يبقى من الجيم، يبقى من الجيم 50 كذا، يعني أقعد ألوت بعد ما أخلص. شوف السيعة في هذا اللوت، المكان هذا قصدي، والله أنه راح تستمتع فيه وراح يفيدك مرة في أيام ما راح تنسيك الحياة. الحين بعد ما خلصنا هذا الحصول على شباب الحجم الحين بيطلع بيجي حلوين. كان اسمه واحد، كان اسمه واحد يعني شوي شوي الحين الحالة يا اخوان تنزل الكهف هذا البسيط بسيط ولا اسبوع اسبوع باحة. اوكي طلع شوي تقبلون الحين تقبلون بس 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 تقبلون خلاص. هذا حاضر ولا شيء من المخبأ. اوكي الحين نموت بنزل نلقى فيه الاشياء اللي نبغاها احنا. تسي هنا تدخل او نريد هنا تكسر صندوق. بعد ما تكسر تلوت راح تلوت اخر جلسة تخش بعد ما تخلص تخش يعني، وانت بس ما تعلق قبل ما تخش تيجي هنا دربج. اوكي شو هاي هذا الصندوق كم؟ لا تعرف هذا الرابع، هذا الرابع اساسي الرابع احسن من زي اوكي هذا الخامس او لا او مالك السادس. اوكي شو لقينا اول شيء الكرتون حلو عندي هي نخش هنا بعدين. بعد كذا بابا يعني يا رب القى حق الاختفاء بس. اوكي ما بلقى صندوق ثاني. اوكي شباب وبعد تلقينا حقنا ايه نطلع ذهب بعدين باخذ شيء وبعدين باخذ شيء. تقدر تكسر 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 لين يطلع لك حلو تاخذ الذهب. بعد تجي هنا الحين الصندوق كم صندوق هناك؟ كم صندوق هذا؟ صندوق السابع لا السام الثاني مزيكا انا ما بغرق. حلو التركيب اللي عليه. هاي التاسع يا اخوان. اوكي ما في. اوكي شباب بعد ما تخلص تلويت الكهف ايش تسوي؟ تطلع من نفس المكان؟ لا لا حبيبي تيجي من هنا من الحمام الحمام هذا الكرام يعني تطلعون فيه ننقلكم هنا. وش بعد ما تخلصون يعني تجين تدخلون المكان هذا. شو صدمة هرا شوف الهيل الهيل ايش ذا؟ لا كنا ما يمكن اخذ طيب اقرا. لقينا تقريبا 10 شس او 8 و 11 ما ادري والله كم صراحة.
بعد ما خلصت تاخذ بعد ما تاخذ الذهب حلو شكرا على الله وسيد شكرا على طلعتك تاخذ هذا توظف معنا وزيد تكمل الجيم يا وحش عشان راح نروح عشان راح نجرب الكرتون تاخذ هل في ميزة ثانية ولا بنفس الكرتون عادي شوف ايش المشكلة اوكي الكرتون عادية حلو حلو وبعد زي ما اقول لكم البوت هذا فيه بتمشوا تشوفوا لك الناس انا حاول دمج انا بدي اشيل والله اني عرفت هنا صار بس القى معنا بتاع جديد قبل ما اروح بلوت برضه هنا القى فيه قديمة ممكن القى لو سمحت اوكي بعد بدي دمي برضه تنزل هنا مكان انا فلوت فيه برضه اخوان اخوان نبغى نلقى السلاح عادي يعني لو سمحتم يعني بس خلوا فيها في معلش قلت فيها براسه او اقول ابك قلت فيها طيب يا ابك ممكن بس تجيب لي ناس يعني او فورتنايت يعني ممكن ممكن بس لو سمحت يعني لو سمحت لو سمحت ما واحد بسم الله الرحمن الرحيم وش البوت كله من عمار كل شيء خليني شو ناظرني حطني البيج مهيل نصف اخوان نصف ما يطمن ما يطمن حلو ما يطمن مش مشية كيف يصير في تشيست هنا ما ابغى بدور ناس انا هنا بدور ناس او حق اختفاء او بازوكا او اي شيء بس ابغى استخدم مغارب جديدة يا ابغى بس القاها هذا الحين شباب درعم دار مكان خليها وشو دار مكان ممكن تحلق طيب في واحد ول لا ابلع صار نزيد هذي كلاش شوي عطني بوم عطني ذا شوف عينك شوف اللوت بيتك لما هذي سنايبر هذي كلاش بكر في معي من الجوب عاد يجي كذا شباب مخليه خالي خفيف وانا حبيت بلقى سنايبر موت كرتون بعد تعالي ندور مهيل you
من بعد. طيب الحين تعال كلاب جديدة نمشي شوي نتمشى. هذا عشان الدرع. والله شوف الحمد لله يعني اللعب موجود واللعب موجود باقي العرب موجود. شوفوا ما لقيناش حين انقلبنا يعني بس بقلب بس وغنم شيء شو بقول لك يا حمار قلت لي والله غرينا الحمد لله كيف سلمنا ما ادري كله زب ول والله يا شباب اني صفقتهم تصفيق هدور الثاني هدور الثاني الزوجين والله اني مسكين الله اني اعطي والله يا شباب اللو اوكي حلو شوف اللي بنحب يخطى الحين دقيقة وندرم شيء مدري شرني والله خلنا نبي كيف نسكت ما نحتاج خاصة احنا هنا خلنا كل شيء خلنا كل اللوت خلنا نستعمل اوكي في العادية يعني نلاحظ تبين في واحد هنا مو في وقف بس غير بس كذا هني واحد غير في هاي الحين دمج دمج هو دمج بس انت كم دمج والله ما ركز وما ندان اشوف يعني ايوه حلو بس كبير تجي شباب طلعتنا اوكي شباب الحين خلينا ندرع يلا وقفوا نمشي لو نسوي رقم قياسي كيف تصير الجيم؟ بعد 10 دقايق هو قال بعد يلا حلو غرقنا يا اخوان الحمد لله يلا كيف تصير كيف صرت الكسر ولا والله شوف الكسر نزل سيارة بالنسبة لي صراحة لا لا اوه شوف علق لا تكفى ازيك كيف امشي طيب انا علق عند الجيم شباب دقيقة شو انا شو الان اليوم عندي معلق مدري ليش ما يتغير شوية غير مكان ولا شيء خلاص كذا شباب المهم جرب ناخذ مثلها كلها لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ومع السلامة